يعطيكم العافية. راح نبلش شرح شابتر 13. شابتر 13 هو بداية مادة السكند فعليا. الشابتر من متوسط إلى صعب، مش ممكن يكون سهل أبدا. ممكن آخر جزئية فيه تكون سهلة، اللي هي الزخام والإمبلس. الشابتر بيحكي عن الشغل والطاقة، كيف نحسب سرعات، إذا الجسم تحرك مسافة معينة باستعمال الشغل مش باستعمال معادلات الحركة، وشو القوانين اللي ممكن نستعملها، شو المصطلحات، كله بدنا نعرفه. أهم شيء بهذا الشابتر نعرف شيء اسمه أنواع الطاقة. هسه الطاقة برمز لها بالرمزيو. بالرمزيو الطاقة تنقسم لأنواع، في عندي حركية، في عندي وضع، شو في عندي، في عندي حرارية، في عندي كذا 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 كذا، في كثير، في زنبرك اللي هي اللاستيك، الوضع اللي هي بتخص الوزن، في عندي كثير أنواع الطاقة. أنا هسه هاي الطاقة راح أتعامل فيها بالجسم، جسم بتحرك فكذا، أي في جسم بتحرك، زنبرك مضغوط، جسم طاير من السماء، قد الشغل اللي بذله، كله بدي أعرفه. هسه أهم شيء لازم أعرف بعض الشابتر قانون الشغل اللي هو اليو. اليو بكل بساطة بيساوي اف اللي هي الفورس، المسافة اللي مشيها. أي مسافة اللي هي المسافة، لما نحكي اف دو تي يعني اف في دي في كوساين ثيتا. كيف يعني اف دي كوساين ثيتا؟ يعني بكل بساطة عندي هذا جسم وعليه فورس، وهذا الجسم بتحرك زي هيك، هيك حركة الجسم، يعني هاي الفي. فالجسم مايل هيك، القوة هاي الفورس مايل بزاوية ثيتا. فالجسم تقريبا مثلا ماشي، أنا صار هون المسافة دي، فبالتالي الشغل اللي بذله هو اف دي في كوسين الزاوية ثيتا. إنه شو معنى الزاوية ثيتا؟ يعني إنه الجسم بتحرك على محور الحركة. مثل ما تعلمنا بشابتر 12 إنه إحنا عندنا أي جسم، عندنا غير اللون هذا مش حلو، عندنا جسم زي هيك، ممكن يتحرك هيك، ممكن يتحرك هيك، يتحرك هيك، يعني ممكن يتحرك بأي شكل. بس إحنا كنا نستعمل سيجما في اكس سيجما في واي تساوي ام في اي ام في اي. هسه بهذا الشابتر ما راح نستعمل هيك، راح نضطر نستعمل الشغل. هسه نستعمل الشغل مع اتجاه الحركه دائما، يعني الجسم بتحرك هيك هذا المحور، اي شيء على هذا المحور او بقدر اسقطه على هذا المحور راح يستعمل الشغل تبعه، يعني راح احسب حساب الفورس فيه، واي شيء مودي عليه زيرو لانه كوساين 90 يساوي صفر. كيف يعني؟ يعني بكل بساطه نرجع نرسم جسم. حكينا في عندي جسم بتحرك لليمين، جسم بتحرك لليمين، بنحط اتجاه الحركة على جنب مشان ما نخربط. اتجاه الحركة اليمين، فأي فورس موجود على اليمين موجب. فإيش بحكي له مثلا؟ عندي عليه هذا فري بادي دايجرام، الجسم بيتحرك لليمين، فرضنا السؤال في فريكشن، فالفريكشن لليسار، هاي أول قوة ممكن تكون. هاي فريكشن. عندي عليه النورمال، لأنه هو بيكون ملامس للأرض، لو فرضنا هاي الأرض. وبيكون عليه الوزن، وتساوي ام في جي. ومثلا لو فرضنا عليه قوة تنشن عادي حبل، فرضنا عليه قوة مثلا هيك، ونهاية الحالات العامة مثلا مايل بزاوية 30. تمام. هسه حكالي هذا الجسم تحرك لليمين، بالتالي أنا بدي أعرف الفورس شو اللي بتعمل لي شغل، وشو الفورس اللي ما بتعمل لي شغل. اللي هي فالفورس اللي بتعمل شغل، قلنا حدد اول شيء اتجاه الحركه الموجب، اتجاه الحركه هو تحرك اليمين، فبالتالي اي قوه لليمين موجبه، قوه لليسار سالبه. ثاني شيء بنحدد شو القوه اللي مع محور الحركه وشو القوه اللي مش مع محور الحركه. انا لو فرضت محور الحركه هو هون، راح يكون مثلا محور اكس، محور عمودي عليه واي، فاي شيء على اكس باخذه واي شيء على واي بستثنيه. اقول له انا الشغل، الشغل يساوي اف دي، اف دي خلص الثيتا انا لغيتها لما حددت المحاور، انا زي كاني خلص خلصت من الكوسين الثيتا. اي شيء مايل بحطه على المحور، اي شيء مش مايل بصفره، برتاح من شغله الثيتا. اول شيء ايش عندي على المحور اكس بتحرك؟ والله عندي تي، تي بتعمل شغل. طيب تي بشو بضربها؟ مسافه اكس، فرضا مشى 5 متر، تي في 5،
طبعا التي لها قيمه والان لها قيمه والدبليو والافار، بس انا بقول بشكل عام عشان نحدد كيف نحل. بعدين بتطلع والله عندي فريكشن، الفريكشن لليسار وانا حركت لليمين، فبالتالي في عندي سالب فريكشن، فريكشن بضربه بالمسافه. طيب شوف عندي كمان قوه، والله عندي الان، الان لفوق وانا حركت لليمين، معناته الان ما بحسبها، فالنورمال، النورمال في صفر، فبالتالي بتطير. الوزن برضه بصفر، فأنا هاي الفكرة. فعندي البي، البي لليسار وأنا حركت اليمين، بس البي هاي مائلة، بتحلل الكوساين وساين. الساين بنلاحظ أنه عمودي على الحركة، والكوساين مع الحركة ولكن عكس الاتجاه، بالتالي راح تكون سالب بي كوساين 30. وأكثر الطلاب بتخربط لما يحكي بي كوساين 30، بنسى يضرب المسافة. هذا إيش؟ هذا هو مقدار الشغل. يعني طلب سؤال بس أحسب لي الورك، بتستعمل هاي العلاقة. هسا الفريكشن شو هي؟ الفريكشن هي عبارة عن النورمال في الميو كي، فبالتالي بتضطر استعمل من قوانين شابتر 12 سيجما اف واي تساوي زيرو، فبحكي الان تساوي ام في جي اللي هي بتساوي دبليو، فالفريكشن بتساوي دبليو في ميو كي. فهاي اول فكرة كيف احسب الشغل لهي الشغلات. طيب هي نيجي للامثلة مشان تفسر الزنبرك وما الزنبرك من السالب فارطة. أي إشي سبيس ميكانيك مش داخل، اللي هي جي أم أم أرتربيع اللي هي الستلايت، ما العلاقات في قوانين. قبل ما نكمل هسا هذا الشغل، هسا أنا ما راح ألتزم بالشغل لحاله كون في مسافة في سرعة في كذا، فربطنا هذا هذا الإشي بإشي اسمه Work Energy Principle اللي هي معادلة الشغل الطاقة اللي كانت في الفيزياء بالأيام زمان. معادلة الشغل الطاقة، معادلة الشغل الطاقة بتقول لي بكل بساطة U1 plus U12 بتساوي T2. طيب شو T1 وشو T2؟ T1 بكل بساطة الطاقة الحركية kinetic energy. بكرة امتحانكم ضع دائرة، الدكتور ممكن يخلصكم بالمطالب، يطلب منك kinetic energy لحالها، ممكن يطلب منك الورك لحاله، ممكن يطلب منك مسافة معينة، ممكن يطلب إشي. فأنا لازم أعرف كل المصطلحات اللي ممكن تجيني. فأول إشي كاينتيك، كاينتيك برش كيف تنكتب، كاينتيك إنيرجي، كاينتيك إنيرجي اللي هي كنا نحكيها بالفيزياء نص كيلو عنب تربيع، نص أم في تربيع تي 1 بحط في 1 تي 2 في 2، والأم اللي هي كتلة الجسم اللي بتحرك. كاينتيك انرجي لا نخربط فيها، مهم كثير. شو اليو 1 2؟ اليو 1 2 اللي هو الشغل المبذول، خلينا نكتبها كتابي، الشغل المبذول من حركة الجسم من الوضع واحد الوضع اثنين. وكتاب الشغل المبذول من حركة الجسم من وضع الواحد لوضع اثنين، يعني بشو؟ يعني أنا راح أحدد أرقام. أنا عندي جسم أحدد عندي وضع الابتدائي هون واحد مثلاً، يعني لازم يعني بدي أحاول أرسم فري بدي ديجرام السر لي أنا شو اشتغلت، وفي عندي الوضع اثنين، فبشوف كل القوة اللي أنا مثلاً رسمتها قبل شوي، تنشن كوساين 30 نورمال وزن بعملين الشغل فريكشن، روح هذول شوف قديش مشو مثلا مسافة معينة، مسافة 5 متر مثلا حكينا قبل شوي. فأنا بروح أحكي له الشغل اللي بذله من وضع واحد لاثنين، بلاحظ المسافة 5 متر، الفريكشن مشت مسافة 5 متر، التنشن مشت مسافة 5 متر، الكوساين 30 مشت مسافة 5 متر. فأنا المسافة اللي بضربها كل شيء الجسم مشى هي المسافة اللي بضربها. فأنا حكيت T1 بلس يو 1 3، فبدي اخلي هاي تي 3 بيكون في عندي وضع ثالث. انا بدي انتبه يا شباب هسه هذا كله مع الامثله بوضع حاط هيك شرح ابتدائي. فهسه الشغل هذا بهذا الشابتر راح يكون عندي ممكن اذا كانت حركه عموديه يكون عندي الام جي اتش، اتش اللي هي الارتفاع اللي نزله او طلعه، ممكن يكون عندي زنبرك يكون سالب بكامل وضع الابتدائي وضع الفاينل في كي في اكس بي اكس. هسا بتقدر تحكي له نص كي اكس تربيع ناقص نص كي اكس تربيع، بس انا بعطيكم هالطريقه افضل كثير، دائما خليه سالب تكامل القانون
وبعوض افضل من ما اني افصل القانون. يعني لو نروح تروح جامعات ثانيه تروح يدرسوا هذا الدرس نص كيكس تربيع ولا بتشوف حرف التكامل. لا لازم تعود مدى بتاع التكامل افضل بالزنبرك وفي الجواب دائما صح. طيب هسه هاي هيك الشغل للزنبرك شغل الوضع شغل الفريكشن اللي هو ام شغل الفريكشن نفسه مثلا اف اكس تنشن ما هو شغل التنشن بعدين بنفسر ليش. هسه شو طلع علينا عرفنا هاي المصطلحات هاي معادله الشغل الطاقه. طيب هاي المعادله استعملها بكل التشابتر كل التشابتر 13 انا بقدر استعمل هاي المعادله وحل اي سؤال بهذا التشابتر بس راح يصير عندي حالات معينه صار ما استعمله اسهل لي اسهل لي. طيب عندي ممكن يمر علينا بالاسئله باور الباور بكل بساطه تساوي القوه في السرعه السرعه بطلعها الكينيتيك انرجي والفورس من تشابتر 12 دائما باور الفورس من تشابتر 12 اللي فيه من تشابتر 13 اعطني اياها. عندي الافشنسي سؤال الفصل الماضي الفصل الماضي بقول لك الافشنسي ايش هو حط لي اوتبوت وورك او باور اوتبوت على اوتبوت وفي انرجي صراحه هذا الكل وفي نون فهو الاشي مش معروف شو نحطه. بالنسبه لي انا لو اجاني احط تبعت الكتاب هو ما كان حط لي اوتبوت وورك انبوت وورك حط لي باور باور كان حط لي اي قيمه فيزيائيه اوتبوت على اي قيمه فيزيائيه انبوت انا هاي ما اقتنعت فيها. يعني معقول افشنسي مثلا الفورس على الاوتبوت على الفورس انبوت تعطيني افشنسي ممكن ما لها دخل. فانا غير سؤال الدكتور الافشنسي شو تعريفها الاصلي بس حسب تعريف الكتاب الدكتور ما كان جايب سيره الورك كان جايب سيره الباور فانا بحط باور تسال الدكتور افضل مني. سؤال الفصل الماضي بس عرفها. طيب نجي على الاسئله سؤال بسيط قال لي سيارة بتمشي لتحت أعطاني وزنها الزاوية 5 درجات سرعة 96 كيلومتر في بريك كوزيكا كوستال توتال فورس 67 اللي أوجد الدستنس اللي مشاها. أول إشي أول ما أشوف سؤال أول ما أشوف سؤال في مسافات ما في زمن ما في إشي ما في فورس تسارع شو بعمل بستعمل في 1 بس يو 1 2 تساوي تيتو. دائما اول ما اشوف مسافات اشوف تسارعات اشوف طالب مني سرعه جايب لي سير سرعه كذا بستعمل تي 1 بلس يو 2. طيب قال لي بيمشي سرعه 96 كيلومتر لكل اور وهي نيوتن فانا بدي احول المسافات 96 كيلومتر على اور بحولها بضربها ب 1000 اقسمها على 3600 يطلع معي 26.7 متر كل سكند. طلعت معي هيك هسه قلنا مطبق تي 1 بلس يو 2 اول شيء نص كيلو عنب تربيع نص في الام الام كم بدها تكون؟ تكون دبليو على جي دبليو على جي اعطاني دبليو فبتكون 1.7793 على الجي في السرعة تربيع السرعة كم طلعتها 20.7 تربيع هاي تي 1 تي 1 هاي تي 1 تساوي نص الوزن هاي ما بدي اكتب الرموز نص من القانون هاي دبليو وهاي جي بحيث دبليو على جي تساوي ام وهاي تي 1 تربيع. احلى تحيه ناصر. فهاي 1 عرفنا هاي الارقام من الناس. طيب هسه الشغل لازم اعمل فري بدي دايجرام فري بدي دايجرام هذا سطح مائل احنا تعلمنا كابتر 12 في شيء مائل نحط من مي المحاور المحاور عندي هيك الجسم هاي البلوك اللي هي السياره يعني فعليا في عندي المحاور زي هيك عندي هذا محور X وعندي هذا محور Y في عليه قوة بكل بساطة عليه قوة وزن هيك
هي W، فهاي الزاوية هي الخمسة، وبالتالي W كوساين الخمسة W ساين الخمسة. قبل سيرت فريكشن أعطاني ميو كي، ما أعطاني ميو كي، فما في فريكشن بالسؤال. عندي نورمال، عندي breaking force. breaking force breaking force هسه السيارة بتمشي لتحت، البريك البريك عكس يعني معروف البريك بيوقفني، فعكس حركتي، فبالتالي البريك لفوق. ستة ستة سبعة اثنين، هذا الفري بدي ديجرام للجسم. هسه هو شو قال لي؟ يوجد المسافة عشان يوقف، قال لي يوجد مسافة عشان يوقف، يعني V2 تساوي زيرو، بالتالي T2 تساوي زيرو. فشو طلع عندي هسه؟ T1 T1 ظهر عندي ايش؟ اليو 1 2 اليو 1 2 اللي هو الورك اللي مشاه من الوضع الاول للوضع الثاني. الوضع الاول حكينا بده يمشي مسافه معينه، فبالتالي الحركه كيف اتجاهها؟ الحركه دائما نرسم الحركه مع الهاي، الحركه هيك، فكل شيء بهذا الاتجاه موجب واي شيء عكسه سالب، واي شيء عمود عليه زيرو. بالتالي شو عندي الاشياء اللي بتنزل لتحت؟ عندي الدبليو ساين الخمسه، فايش؟ دبليو ساين الخمسة. هسه هاي فورس أنا بدي أضربها بمسافة، كلها بضربها بالمسافة اللي أنا ما بعرف شو هي، سميها إكس. بعدين عندي ناقص ستة ستة سبعة اثنين في برضو إكس. فهسه هذا الشغل، هسه هاي اللي هو 1 2 هاي تي 1 تي 1، فإيش هذول بجمعهم مع بعض بسوين بالصفر، بطلع عندي المجهول هو بالإكس، بتطلع معي المسافة اللي مشاها. نشوف شو حل هو. قال لي نص ام في تربيع، نص في 17 في 781 في 26 تربيع 100% هي احتمال. التي 2 والفي 2 صفار عرفنا ليش، في 1 سالب 6672 سالب 67 اكس زائد 17793 ساين 5 اكس، هيو عوضهم طلعت معي الاكس 126 متر بوينت 2. ممكن الكتاب يكون غلط بالارقام، فلا تعتمدوا على الكتاب، اعتمدوا لي انا بحلهم. طيب هذا اول سؤال، شغل بس تفسير كيف نحل. هسه احنا البكرات، اي سؤال بكرات 13 كره شغله واحده، انه لما تحل راح تحل انت كل جسم لحال زي شابتر 12، وهون راح تجمع معادلتين. لما تجمع معادلتين اذا التنشن تبع الحبل ما صار صفر، اعرف انه حلك غلط. هاي احسن تريك، يعني هاي التريك كده اقول لك بتنقذك بالامتحان. تحل سؤال بكرات تجمع معادلتين سوا، تنشن ما طلع لي صفر، معناته حلك غلط. هاي اسهل شيء، اكثر شيء احسن شيء بقدر اقول لك اياه. طيب شو يعني هذا اللي بحكيه؟ اسم الفصله سؤال، قال لي اللي في عندي بلوكين مربوطين بإكستنسيبل كيبل، إكستنسيبل كيبل يعني السرعة على أي نقطة بالحبل تساوي زيرو، نفس تساوي زيرو، هذا الحكي بتاخذه بجذر 15. قال لي ذا سيستم ريلايز فروم ريست، يعني تي 1 زيرو، لأوجد الفيلوسيتي لـ A بعد ما مشت 2 متر، بالتالي اقرأ السؤال بنحط المعطيات كل ما نقرأ كلمة. أول شيء تي 1 تساوي زيرو، سبب تي 1 تساوي زيرو، لأنه تي 1 تساوي نص أم في تربيع، فبالتالي الفي 1 زيرو. ثاني شيء قال لي A مشت 2 متر، يعني X A تساوي 2 متر. نكمل لأوجد الـ coefficient of friction between A والسطح تساوي U A تساوي ربع. قال لي تجاهل الفريكشن البكرات، وهذا الشيء معروف دائما. قال لي احسب احسب الـ velocity لـ A، بده V A، V A طبعا ايش؟ 2 V A 1. اي سؤال بكرات احنا عرفنا نطلع المعادله. معادله الحبل هون ما بتهمني ولا اشاره، يعني بدك تقول لي هاي اكس اي زائد اكس بي يساوي كي، لا بدك تقول لي اكس اي ناقص اكس بي يساوي كي، انا مسامحك حط اللي بدك اياه، شابتر 13 حط اللي بدك اياه، لا ما بهمني اشارات، المهم المعاملات، المهم المعاملات. فبالتالي انا بفرض اللي بدي اياه، فانا بدون ما اكتب معادله اصلا اقول له انه واضح هاي طالع منها حبل وهاي طالع منها حبل، معناته معاملات الاكس يعني اكس اي معاملها واحد، معامل الاكس بي واحد، معناته اكس اي او اكس بي، خلص انتم هيك صاروا اشتغلوا بالنسبه لشابتر 13، معناته في اي
تساوي في بي. بس انت بدك تقول لي انه حط سالب او ما سالب. بالنسبه للاكسات ماشي بدك تحط سالب حط، راح تصير زنخه شوي، بس بعطيك طريقه انه مشان تطلع جوابك صح. بالنسبه للفي احط شيء سالب شيء، راح اقول لك لا. هتقول لي ليش؟ هقول لك لان القانون نص ام في تربيع اشاره. عشان هيك انا قلت لك معادله الحبل ما بتهمني. فشو بصير اشتغل انا؟ على الارقام بس الثوابت، ما بهتم للاشارات. بقول لك ليش اشارات ما بهتم. فايش اول خطوه؟ بنمسك كل بلوك لحال، بروح على بلوك A. هاي بلوك A كليكها 200، هاي 200 9.81. عندي هون نورمال، عندي هون تنشن، وبما انه هاي بتنزل لتحت وهي بتتحرك لليمين معناته الفريكشن هاي اليسار. طيب بس بدي اضطر اطلع النورمال مشان احسب لي فريكشن. فريكشن فورس بتساوي النورمال. النورمال في اليو كي النورمال كم؟ هو نفسه الوزن في الجاذبيه، في 209.81 في معامل الاحتكاك. هاي قوه الفريكشن. طيب هاي قوه الفريكشن. التنشن خليها. هسه شو بنعمل؟ احنا عرفنا انه حركه بي لتحت، حركه A لليمين. لازم تتخيل الحركة. إذا ما بدك تتخيل الحركة تعرف كيف بتحركوا؟ حل السؤال على شابتر 12، حله بدون فريكشن، شوف وين اتجاه التسارعات ومنه بتعرف كيف اتجاه الحركة. إذا أنت شاك بحلك، حل السؤال على شابتر 12 بدون فريكشن بيطلع معك اتجاه للتسارعات. اتجاه التسارعات هو اللي بيطلع لك كيف اتجاه الحركة. يا بتصير تتخيل كيف تحرك الجسم. فهي قوة الفريكشن. طيب هسه شو بدي أعمل أنا؟ حل لكل بلوك تي 1 بس يو 1 2 تساوي تي، قلنا تي 1 0 باليو 1 2. اي شيء بيتحرك لليمين موجب، اي شيء بيتحرك لليسار سالب لانه انا حركتي لليمين. طيب شوف عندي التنشن، تنشن في مسافه هسه مين اللي بيتحرك؟ تحرك اي معناته اكس اي. طيب الفريكشن، الفريكشن كم تطلع؟ تطلع 490.5. 490.5 في مين؟ اكس اي. راح بدها تساوي نص، نص في 200 كم؟ 100. 100 في اي تربيع. خليها بس بروح بلوك بي. خليها بلوك بي. بلوك بي بتحرك لتحت. عندي فوق تنشن. في عندي تحت ام في جي 300 جي. بطبق اي 1 بلس يو 1 2 بتساوي تي 2. هسه تي 1 بدها تكون 0 ليش؟ لانه في اي اترست وفي اي بتساوي في بي معناته ام في تربيع تساوي 0. طيب يعني شيء الجسم هذا بتحرك لتحت، فاي شيء لتحت موجب واي شيء لفوق سالب. فبالتالي 300 جي في مين؟ شو المسافة؟ هذا الجسم أي جسم بيتحرك؟ الجسم في بي، فبقول له اكس بي. بعدين ايش بقول له؟ ناقص تي في اكس بي. شو بده يساوي؟ يساوي نص ام بي في بي تربيع. طيب هسه بنطلع المعادلات اللي بدي اياها. هاي معادلة وهاي معادلة. أنا شو بحكي لك؟ بحكي لك اجمع هذا المعادلتين، وإذا التنشن ما صار صفر، التنشن ضل معي بالسؤال، أنا بقول لك حلك غلط. هسا أنا حكيت لك لا تهتم بالإشارات، إنه أنا لما حكيت بي لتحت موجب وإيه لليمين موجب، إني اختصرت لك الإشارات. أما لو أنت رحت فرضت إيه لفوق موجب وإيه لليمين موجب، بدك تحكي إكس إيه بتساوي سالب إكس بي. انا لا بختصر عليك وبحدد لك اتجاهات الحركه من اول، بقول لك معادله الحبل العب فيها على كيفك، بس المهم لا تلعب ليش بالاشاره، ما تعملش اشاره. طيب انا هذول المعادلتين الحمر بدي اجمعهم. تي في اكس اي، تي في اكس اي، اكس اي كم؟ 2 تي، 2 تي. طيب اكس بي بتساوي اكس اي، معناته اكس بي برضه بتساوي 2، يعني 2 تي. سالب 2 تي زائد 2 تي كم؟ 0. ليش بتحكي هلا صح؟ هاي اول فكره، اجمع المعادلتين. التنشن ما صفر التنشن حلي غلط، صفر بعض ممكن صح وممكن غلط، بس انا لما صفرتهم
أنا إذا كان حكيت المسافات العوض الصحيحة، طيب 300 جي في 2 بجمعها أو بطرحها مع 490.5 في 2، المهم بحلهم بطلع معي. وهسا VA نفسها VB، بشطب هاي بخليها VA تربيع مثلا، فبجمع المعادلتين بطلع معي VA تربيع تساوي كذا، بطلع معي VA. بده VB بعوضه VB بده المعادلة، أو بعوضها بهاي المعادلة، بعوضها بهاي المعادلة. هاي أهم فكرة بالبكرات، هيك كمان سؤال عليها. بكرات لما نحل التنشن لازم يروح، ما راح حل غلط. هيا نروح على حل الكتاب. قال لي MA 200 كذا، هاي الفريكشن من 10 دقائق بطول الزوم، V1 بلس V1 FC اللي هي التنشن ناقص FA هي الفريكشن. طبق نفس الشيء المهم لما جمع المعادلتين، هيو لما جمع المعادلتين اعتبر سرعة واحدة VA نفسها VB، نص في 200 في 300 تربيع. هاي التنشن إذا لاحظت إنه اختفى، التنشن اختفى، حتى أيوه force exerted by the cable cancel out، لازم يلغوا بعض، لازم يلغوا بعض. هاي الشغل شغل B وهاي شغل الفريكشن معهم معي 4.3. هذا السؤال سهل، الأسئلة كلها مشروحة بالفيديوهات، بس ركز على الترك اللي فيها، يعني مش راح احله كامل ولا راح احل ولا سؤال كامل بعد هيك، لانه كله مش يعني كل سؤال بماده السكند، كل سؤال بروبلم او سامبل بروبلم محلول بالتفصيل بالفيديوهات بورق، يعني احسن من الزوم ومحلول كامل يعني. فانا راح اعطي الترك اللي فيه. لما تشوف سؤال عند زنبرك، زنبرك مربوط بحبل، اعرف انه له انيشال كومبريشن، initial compression يعني لازم يكون مضغوط، يعني هذا يعني فعليا هذا الزنبرك انا لو شلته، لو شلت الحبل هذا الزنبرك بيكون طالع شوي منه. اول شيء اعرفه انه لما الحبل مربوط بكيبل له initial compression، هاي اول قاعده اخذها. ثاني شيء هذا السؤال بدي احله انا، في عندي ملاحظات، حكى لي دائما maximum deflection، maximum deflection يعني زي ما تحكي اعلى مسافه مشاها، معناته الفي زيرو، فبتر 11 اقصى ارتفاع الفي زيرو. حكى لي ماكسيمم فيلوسيتي معناته امسك الشغل طبقه بالنسبه لاكس، او بقول له سيجما الفورس تساوي زيرو، يعني بفرض انه ما في تسارع، مشتقة الشغل بالنسبه للزمن كان شو اسمه، كان شو اسمه زي كان حكيت له التسارع بتساوي زيرو. طيب في كمان maximum deflection maximum velocity، اتوقع هذول الملاحظات. فهي اهم ملاحظات لازم تعرفها بالنسبه للزنبرك. واي سؤال بتقدر نقرا السؤال. حكى لي spring is used to stop 60 kilogram bucket which is sliding on horizontal surface. The spring has 20 كيلو نيوتن على المتر. ركز الوحدات لازم تكون نيوتن وليست كيلو نيوتن. فالكي تساوي 20 في 1000 يعني 20000 هاي اول شيء. اللي له الانيشال كومبريشن 120 ملم، انيشال كومبريشن يعني الاكس نوت بتساوي 0.12 ايش هاي ملم، هاي متر وهاي مليمتر، فبدي احول مليمتر لمتر. الاكس انيشال يعني هذا الانيشال كومبريشن اللي هو 0.12 اي نوينج ذات باكج هاز ا فيلوسيتي 2.5، فالفي 1 اعطاني اياها. قال لي and the maximum additional deflection of the spring is 40. هسا هذا له initial compression، هذا له initial compression داره 120، يعني هذا كان مضغوط 120 ملم، يعني هاي 600، يعني هذا الزنبرك فعليا لو انا شلت لو شلت الكيبل بكون الزنبرك جاي لهون مثلا هيك الزنبرك، فهاي المسافه كلها 600، فهاي 120 تمام. هاي معنى الانيشال كومبريشن، هاي معنى الانيشال كومبريشن 120، فال 120 من ضمن ال 600، لا تخربطوا لا تخربطوا. فايش هو قال لي؟
اللي اذا الماكسيمم اديشنال ديفليكشن بيساوي 40. يعني انا هذا الزنبرك لما زتيت الكره البلوك عليه انضغط كمان 40، يعني انضغط كمان 40، فكم صار ضغطه النهائي؟ صار 120 زائد 40 الاكس فاينل. بما انه قال لي اديشنال يعني انا ضفت للانيشال، لما قال لي اديشنال يعني انا ضفت للانيشال، كم ضفت له؟ 40. ف 120 زائد 40 160، يعني 0.6. اللي اوجد الكوفيشنت اوف فريكشن، اللي اوجد فلما قال لي كوفيشنت اوف فريكشن يعني السؤال فيه فريكشن. تمام تمام فاحنا شو راح نطبق؟ بكل بساطه هذا الوضع الاول. الوضع الثاني لما ضغطوا للماكسيمم، ضغطوا للماكسيمم يعني في 2 تساوي 0. طيب بنروح في 1 بس في 1 2 تساوي تي 2، تي 2 بتساوي 0 لانه تي 1 0. هاي نص 60 في في 1 تربيع اللي هي 2 ونص تربيع، اي نقطه فيهم؟ زائد يو 1 2. مش مشكلة، مش عارف اي نقطة فيهم. الله يعافيك. وانت سمعت تريد النقطة تريد الانيشال انيشال كومبريشن، انا مش فاهم 120 تبسط انيشال كومبريشن. هسا هذا الزنبرك هذا اللي بالرسمي مضغوط، مضغوط بكم؟ ب 120. هسا الشكل هذا هو مضغوط، مضغوط 120، يعني هذا يعني هذا الشكل اللي انا شايفه مضغوط. فانا لو فكت عنه الحبل روح الضغط عنه، يعني برجع لوضع الراحه. وضع الراحه وين بيكون؟ هو مضغوط، يعني هو هذا مشدود لجوا. انا لما شلت الزنبرك عنه بده يطول طوله، صح؟ طوله طول مطول والمقدار الانيشال كومبرشن 120، يعني الزنبرك هيك كان بالاصل بس لما ربطته بحبل فات لجوا. فهسه ال 120 هاي فعليا من ضمن ال 600 اللي بالسؤال، هو معطيني هاي المسافه 600، فال 120 هي من ضمنها اللي هي الانيشال كومبريشن. هسه انا الجسم رجعت ضغطته كمان 40، كم صار ضغطه الابتدائي فعليا؟ ضغطه النهائي 120 زائد 40، يعني صار الزنبرك لهون. بس هاي الفكره انه الزنبرك مربوط بحبل، الحبل انا لو اشيله الزنبرك برجع لوضع الراحه، هاي فكرته بس. طبعا الزوم راح يفصل، خلينا نطفي نرجع نكمل السؤال. طبعا بعد ما افوت بدقيقتين، يعني انا هسه راح افوت، بعد ما افصل راح افوت، يعني بعد دقيقتين راح ابلش شرح هذا السؤال، يعني على 6:35 راح ابلش على السؤال. ارجعوا فوتوا على نفس اللينك. يعطيكم العافيه.